تحياتي. إذا محاضرة فلسفية جديدة بعنوان فلسفة الزمن، الزمن الإنساني والزمن الكوني، الزمان الكوني وزمنية الوجود. تمهيد أن المفهوم المبتذل للزمن الذي يتكرر دائما من أرسطو إلى هيجل يقوم على امتياز الحاضر، حق غير مسموع من المفترض أن ينتج المعنى والعقل والحقيقة. إذن بهذا المعنى الذي تحدث عنه جاك دريدا في كتاب المارج أو أوامش الفلسفة، يعني بهذا المعنى الإنسان متجذر في الزمن، متمسك بوجوده بالتفصيل في اللحظة، ويعلم الجميع أن جانب من جوانب الخبرة يتوافق مع كلمة زمن، ولكن لم يحظى أي تعريف للمفهوم حتى الآن بموافقة يعني جماعة العلماء والفلاسفة. حساسية هذا الموضوع للصعوبة التي تم اعتبارها مميزة لجميع المفاهيم الأولى، والتي قدر بليز باسكال الفيلسوف أن الزمن هو أحد تلك الأشياء التي يستحيل تعريفها بل وعديمة الجدوى، إذ كان مرتاحا تماما للخلافات الموجودة حوله، لأن هذه لا يمكن أن تضر بالهوية الموضوعية التي تم تحديدها للمصطلح نفسه. الزمن من هذا النوع من يستطيع تعريفه حسب قول بليز باسكال؟ ولماذا نقوم بذلك، حيث أن جميع الناس يفهمون ما يعنيه المرء عند الحديث عن الزمن دون تحديده؟ يعني بعد إعادة صياغة مفهوم الزمن ووضعه، يعني تجد يعني هذه الملاحظة المستمدة من العقل الهندسي لباسكال على أن العلم الرياضي لا يزال يعني لا يزال متقدما قليلا، ولا يزال من الممكن الاستمرار إذا تبعنا التطورات في العلم اللغة النفسي التي تكون مواتية لفترية معينة من المفاهيم الأولى التي يتم اعتبار الزمن في إذنها. مع ذلك إذا كان الزمن قد حان يعني حان موعد أو وقت ضبطه وتدقيقه، فلا يمكن القول أن اللغة العادية تحدد بكل تأكيد التجربة التي تشير إليه. يجب علينا أولا أن نضع جانبا مفهوم الزمن كمراوغ غريب للغة، خاصة فيما يتعلق بمسألة الشرح والاشتقاق. وفي الواقع يعني دالة الزمن مفهومة بالمعنى الصحيح في المجال العلمي، لكن هذا المعنى العلمي بحد ذاته بعيد أن يكون ثابتا بطريقة أحادية. هل هو مرادف للتزامن كما هو الحال في التعبير في عبارة في نفس الوقت أو في الآن نفسه؟ كما في التعبير يعني الوقت يمضي بسرعة، يعني فهو يدل على صيرورة مدة وجيزة، كما في عبارة ضاق الزمن لإنجاز عمل، وهنا يدل على الديمومة. في الحقيقة يبدو أن مفهوم الزمن يشمل مفهوم التزامن والتتابع والديمومة والصيرورة، إن التفكير لما يمكن أن يتوافق معه مفهوم الزمن في التجربة الإنسانية يفضي إلى التساؤل عن الأشكال المختلفة الممكنة لوصف هذا الشعور. كما تجتمع الأنثروبولوجيا والأدب والفلسفة معا لتقديم مشهد محتمل لزمن الوجود البشري استنادا إلى مفهوم يعني الفواصل الزمنية الذي يحترم البعد الذاتي لهذا الشعور بما يتجاوز ما يمكن معايشته أو ملاحظته بشكل باطني من تجربة زمنية. يحث هذا على تقسيم يعني الديمومة إلى مجموعة من اللحظات، غالبا ما ننظر إليه على أنه تغيير مستمر ولا رجعة فيه، حيث يصبح الحاضر من الماضي، بمعنى أكثر فلسفية أنه قبل كل شيء يعني البيئة المتجانسة وغير محددة التي تحدث فيها الأحداث. إنه إذن مشابه للمكان ولكنه بعيد عن المكان، فما هو الزمن بالنسبة للفلسفة إذن؟ هل هو البيانات التي لا يمكن تجنبها؟ يشير الزمن إذن إلى محدودية الإنسان وتناهيه وهشاشته، فهو الإطار الذي لا يمكن تجاوزه من طرف الوجود البشري. لذلك رأينا أنه بالنسبة لبليز باسكال الزمن الذي يسبب الخوف مرتبط بشعور باللا نهاية، الإنسان نقطة ضائعة بين لا متناهيين. فما الزمن وكيف نحدد مروره؟ ومتى ظهر الزمن؟ وما هي طبيعة كلمة الزمنية؟ وكيف ساهم ظهوره في الانتقال من التطور العادي إلى التطور الوجودي؟ و
إذا النقطة الأولى، الزمن هو المقياس الذي يتم خلاله تحديد حدث معين. إن حذف السؤال عن وجود الزمن يشكل ميتافيزيقا في حد ذاتها. الزمن في الفلسفة هو أحد الأسئلة الرئيسية، بينما في العصور القديمة يعطي أفلاطون الزمن مكانا ثانويا ويعترف به على الأكثر ليكون تمثيلا أدنى للخلود. في القرن الثامن عشر زاد كانت من دور الزمن، حيث كان يراه شكلا كونيا يسمح بإدراك الظواهر، لكن هايدغر ربطه بالكينون وتحدث عن الزمن الوجودي. إذا كان الزمن هو شكل ضعفنا، فإن الإنسان لديه حرية معينة فيما يتعلق بالزمن. إذا كان الوقت بالفعل لا رجوع فيه، يعني الزمن، فإن المكان يمكن عكسه الانتقال من نقطة إلى أخرى ثم العودة إلى نفس المكان، بينما الزمان يستحيل العودة. لذلك فهو يعني الزمان يمكن أن يكون عابرا بالنسبة لهيراقليتس، لا يستحم المرء مرتين في نفس النهر، كل شيء يتغير، كل شيء متحرك. الزمن هو ما يختبره كل واحد منا باستمرار منذ الولادة حتى الوفاة، يعني النهاية. من الكتابات الإنسانية الأولى إلى الأدب المعاصر بما في ذلك شعراء عصر النهضة رونسارد، ورد لديه هذه القولة: الذي يدوم جمالها فقط من الصباح حتى المساء هو هروب لم يتوقف للزمن أبدا عن احتلال مكان رئيسي في الثقافة التي حركها تمرد الإنسان في مواجهة ما هو سريع الزوال. يعني في القصيدة الشهيرة من تأملات ألفونس دي لامارتين يتحدث عن البحيرة، وربما أفضل من أي كلمة أخرى ترمز إلى الرغبة الوهمية في الانفصال عن التدفق الشامل للزمن. فقط الفرد المصاب بفقدان الذاكرة كامل سيعيش في لحظة دائمة ولن يواجه أبدا هروب الأيام. فهل نحسد حالته إذا؟ لا ريب في ذلك، لأن مثل هذا الفرد الغريب عن الزمن كان سيفقد في نفس الوقت مع فناء ذاكرته وهويته وكل معالمه، بينما تبدو المساحة منذ البداية أكثر صعوبة في تصورها، لأن لفهم ذلك كان علينا بناء يعني معادلات رياضية معقدة للغاية. والزمن يقدم نفسه لنا على أنه شيء أكثر وضوحا، حيث أنه من غير الضروري تحديده ما دامت التجربة التي لدينا مبنية عليه وهي أكثر دلالة ولا جدال فيها أن نعيش الزمن بشكل مباشر. ولكن المفارقة أنه بمجرد أن نبتعد هذا الإحساس الفوري بالزمن لمحاولة التفكير فيه بطبيعة أو التساؤل عن طبيعته الحقيقية، فإنه يفلت منا ونعجز عن تحديده كما قال القديس أغسطين. حتى أن أصبح مفهوم الزمن أكثر المفاهيم الفلسفية غموضا، لدرجة أنه يمكن للمرء أن يعتمد على ربما مفاهيم أخرى ولكن لا يعتمد بديهية واضحة، ولكن لا يصعب عليه يعني اعتماد على مفهوم الزمن دون تطويره وفهم إيجاد فهم متعمق له. إن الزمن البشري الذي ينبثق من الوجود الذي يجب أن يعيش فيه، وخاصة زمن السلعة كما يتحدث ماركس، هو زمن مذهل. مع تطور الرأسمالية أصبح الزمن الذي لرجع فيه موحدا عالميا، وأصبح التاريخ العالمي حقيقة، حيث يتم توحيد العالم كله في ظل تطور هذا الزمن الرأسمالي. لكن لماذا من الصعب للغاية قضاء زمن عادي مع توقعات متعددة؟ ما دور يعني ربما علوم الأعصاب في إدراك الحياة الزمنية والبيولوجيا والفيزيولوجيا والعلوم العرفانية؟ كيف يحقق تحليل نفسي نوع من التعايش الزمني للإنسان؟ وما المقصود باللازمانيات الاجتماعية وما علاقتها بالأمكنة والفضاءات؟ إن غالبا ما يفهم الفكر الحديث التصور الدوري للزمن على أنه علامة على الدائرية لثقافة ما، أو أحد أعراض الانحدار، يعني تقهقر إلى الوراء في موضوع معين. مثل هذا المفهوم في كلتا الحالتين سينتج عن موقف هروب من حقيقة اللا رجعية للزمن. إن الاعتراف بهذه اللا تراجع باعتباره يشكل جوهر الزمن هو الأساس لفهم العالم وتاريخ الإنسان الحديث. من خلال رفض أي حدس دوري للزمن تشكل الاعتقاد العقلاني في تقدم البشرية ومضي نحو الأمام، والذي يعد أحد المكونات الرئيسية لعصر الأنوار. وفقا لهيكل، فإن هذا الرفض سيعبر عن الاعتراف بالفجوة التي تفصل بين ترتيب الطبيعة حيث يعاد إنتاج كل شيء وتكراره، وترتيب التاريخ وقت الحدث الذي هو جوهره عدم التكرار. وهكذا فإن التاريخية هي الافتراض الذي جعلنا تيلة قرنين من الزمان نفسر أي موقف آخر تجاه الزمن على أنه علامة على أسلوب فكري عفى عليه الزمن.
يشبه في أن الحدث الدوري للزمان يخضع لكل النقد المعاصر. النقد السياسي يبدو أنه رجع في جوهره، والنقد المعرفي موقف مضاد، يبدو أنه عودة ظهور الميتافيزيقا في أكثر أشكالها انحرافا مثل الكونية الحيوية وعلم التنجيم والتاريخ يعني الطبيعي وما إلى ذلك. ونقد التحليل النفسي سينقل أوهام أسطورية فردية وجمعية والتي ستكون جوانب عديدة للموقف الرجعي والطفولي. ولكن على العكس يمكن المرء أن يحافظ على هذا الفكر الزمني الدوري ويتظاهر بتقديم تجربة زمنية للمقدس والدنيوي، الفاصل بين زمن المقدس وزمن الدنيوي زمن العادي. كل شيء يسير بالكاد يوجد مفهوم أوسع وأكثر جوهرية من مفهوم السيرورة للزمن. إن الإنسان الحديث مفتون بمشهد التنوع والتغير في الطبيعة، في الفكر، في حياته، في الحياة، في كل مكان. أكثر الناس تنوع عندما يختفي شيئا ما يحل مكانه آخر على الفور، كما يقول هيجل. إن تسارع التاريخ يجعل سيولة يعني الواقع أكثر وضوح على حساب الجوانب المستقرة نسبيا، ويمكن للجميع رؤية التطور، لكن من سيقول ما هو؟ تواجه الجهود المبذولة لفهم صعوبات ملحوظة في كثير من الأحيان بسبب عدم القدرة على التحديد بشكل كافي. يتم تحديدها جزئيا فقط بالإشارة إلى أحد طرائقها الملموسة، وهي الحركة، التغير والتطور، وبالتالي ضمن الإطار الزماني. سيشجع هذا الإحراج الفلاسفة أحيانا على إنكار الوجود الفعال للسيرورة وكذلك الأشياء التي تؤثر عليها وفيها، واعتبارها مجرد مظاهر وأشياء خارجية. وبالتالي والواقع يتم الاحتفاظ بالكم من خلال الاستثناء من أن يصبح لكينونة دائمة أو ديمومة الكينونة. لكن ألا ينبغي لنا إذن أن ننفي هذا التشخيص في مكان بعيد يتعذر الوصول إليه بعيدا عن العالم الملموس حيث يولد كل شيء ويهلك، حتى لو تم اختزاله بشكل غير ملائم لمجرد مظهر نتحدث عن الزمن؟ فإن التحول لا يزال يثير تساؤلات يدعون تنوع أشكال إلى التساؤل عن وحدة المبدأ والبحث عن شروط إمكانية الوجود والوضوح. سنشير هنا إلى بعض الاتجاهات التي يمكن أن يتخذها البحث في الزمن. هل مفهوم السيرورة الفريد والمستمر له ما يبرره؟ في الواقع في مجالات الملاحظة والتفكير التي يتم تقديمها للإنسان تبرز العديد من الأشياء المشددة ومختلفة نوعين والتي تتميز بدقة بتغييراتها المحددة. كما يشير هذا المفهوم السيرورة إلى فكرة استمرار الظاهرة والحفاظ الزمني على الواقع. الديمومة لها نفس طبيعة حركة الكائن التي تدوم. ألم يتحدث ديكارت باسم الآنية؟ يرفض مبدأ الدوام الذي أسسه سكولاستيون على أساس على صور جوهرانية في عمله. يعتبر تقليص الديمومة على التمديد أو الامتداد هو أساس قياسي. يسمح هذا التقديم للديمومة لقاعدة هندسية للتمديد الزمني بتقليل الإيقاعات الظاهراتية إلى الوقت الموحد للساعات، كرس زمني لحركة منتظمة رتيبة بشكل مثالي خطية تتكون من لحظات متتالية. إن الرابط بين اللحظات هو المظهر الخارجي الخالص للديمومة. لا شيء في حد ذاته يحمل مبدأ دوامة، فمن ديناميكيات لايبنيتز يتم تغيير فهم الركيز الفيزيائي للميكانيكا بشكل عميق. ديمومة إلى انتقال إلى الترتيب الزمني، إلى أي مدى يتعلق هذا الأمر بالترتيب المكاني؟ لكن هذا لا يعني بأي حال اختزال الخبرة المكانية والزمنية إلى القطبية الديكارتية امتداد الديمومة. إذا كان النطاق يتوافق مع المتغيرات الشاملة، فإن الديمومة تشير إلى المتغيرات المكثفة، القوة والرغبة والحياة والروح، كلها تعبيرات عن نفس مبدأ العمل الذي من خلاله يتحقق كل فرد. هذا الفهم الديناميكي لاستقرار واستمرارية الصور يرقى إلى الاعتراف دون التخلي عن الفيزياء الرياضية إن تلك الديمومة مثل الامتداد هي حقيقة معقدة وموهوبة بالداخلية. إن الزمن البشري الذي ينبثق من الوجود الإنساني الذي يجب أن يعيش فيه وقت يعني الخير هو وقت مظهر. مع تطور الرأسمالية أصبح الزمن الذي لا رجعة فيه موحدا كونيا، ويصبح التاريخ العالمي حقيقة حيث يتم توحيد العالم كله في ظل تطور هذا الزمن. إذن هذا الزمن البشري، فكيف انتقلنا من الزمن البشري إلى الحديث عن الزمان الكوني؟ في التقليد الميتافيزي ثانيا، العنصر الثاني الزمان الكوني. التقليد الميتافيزيقي يتم التفكير في نقطة والفضاء معا في نفس الدائرة من تباعد الزمن. يعني الديموم غير محدد، الزمن الذي لا يبدأ ولا ينتهي ليس أبدي. وفقا لصيغة بوثيوس الذي جعل المدرسة النية تعتبر الخلود هو الحاضر الذي يتم الحفاظ عليه مستقرا ودائما ونقيا.
محضة من أجل أن يكون هناك خلود. لا يكفي كما يؤكد بوثيوس أن نمر على التوالي بأجزاء من الوجود اللامتناهي التي ينسبها أفلاطون وأرسطو إلى العالم من الضرور، احتضان وجود لا نهائي، وجود دائما تماما أيضا، وهذا هو امتياز الألوهية. هذا النوع من التعريف له عيب في الإيحاء بأن المرء يغامر بالتفكير في الأبدية فيما وراء الزمن، كما لو أن الوعي يمكن أن يتوقف عن كونه مؤقتا حتى عندما يسيطر ويحكم على تدفق الديمومة. هذا هو السبب في أن العديد من الفلاسفة يفضلون النظر فقط في علاقة الأبدية. بالنسبة إلى ربما الشارح لويس لافيل على سبيل المثال، الأبدية هي في الواقع حاضر أبدي، حاضر محض، ولكن يمكن الوصول إليه عن طريق نفي ما هو سلبي في الوقت المناسب دون أن يكون هذا النفي هو الزمن نفسه. في غضون الديمومة نجد الحاضر الأبدي الذي يكون فيه الزمن مجرد تعبير ضعيف، تعبير لا يخلو من الخسارة. الفلسفة المعاصرة هي دنيوية بشكل حاسم، إنها في السيرورة وفي التاريخ تشرك كل الديالكتيك، ليس لها علاقة بالخلود الذي بالنسبة لها أسطوري تماما. ومع ذلك سوف نلاحظ أن البنيوية من خلال تمجيد التزامن، نظام من خلال اعتبار عدم التزامن التطور تابعا لوعيد ذمنيا مثل كل يعني الأشكال المنطقية الأسبقية للأبدية بمعنى الحقيقة غير التاريخية. يمثل كل الزوجين المفاهيمين الخلود والزمن، والذي يعتبر بعض عتيقا علامة على القطبية المزدوجة التي تتحكم في تذبذبات العقائد العظيم. كما يذكرنا شكرا كما يذكرنا إذن الفعل اللاتيني تومبيوس وقع بالحدث الموضوع المسألة الواقع بأن علم الحياة لا يمكن تقسيمه إلى حقائق وحالات وأشياء، إنما قدم نفسها على أنه سلسلة متواصلة من الأحداث تحدث في لحظة معينة وفي مكان محدد وتجلب شيئا جديدا يؤثر علينا من خلال تأثيرها المفاجئ سواء كان إيجابيا أو سلبيا. أولا، كل ما يحدث بطريقة أو بأخرى، مرور مذنب في السماء، مطر، ضوء، زلزال، ولادة، مرض، عنصر مفاجئ، هذا يتحدى الفكر المعني بالانتظام والقانون والنظام ترتيب. في معظم الأوقات تسبب الأحداث فوضى في الكون بسبب توارئها وطبيعة غير متوقعة، والذي يبدو أنه يشير إلى فرصة لا يمكن السيطرة عليها في الزمان. في وقت مبكر جدا شعر البشر بالحاجة إلى تطوير معرفة معنى الأحداث، مما سمح لهم بالإفلات من الصدفة العمياء. كما يسعى الفكر الأسطوري لهذا المعنى في الأحداث الأولية التي وقعت في أصل الزمن في علم الآلهة أو الأجداد. في هذه الرؤية للعالم لا يمكن أن هناك حداثة جذرية، لأن كل ما يحدث هو مجرد تكرار لأحداث غير نمطي. هذا لا يعني أنه في المجتمعات الأولية كل الأحداث يمكن التنبؤ بها وأنه لا يوجد شيء مفاجئ. بالنسبة للإنسان القديم أيضا تخلق بعض الأحداث اضطرابا، يجب أن يكون الضرر محدود، وهذا ما تسعى إليه يعني الكهنة. ذاكرة تحد الزمن، فالذاكرة هي الوسيلة التي يملكها الإنسان لمحاربة تقادم الزمن. ربما يسميها بروست الذاكرة العاطفية. لسحر الذاكرة يمكن استعادة الماضي بالطبع كما يقول بروست في تأملات الزمن الضائع. بالنسبة بالطبع لا نجد الماضي كما كان، دائما نتحدث عنه من حيث ما أصبحنا عليه. لذلك فإن الماضي هو إعادة تأويل الأحداث الماضية، الذكريات نفسها تتطور وتتحول معنا ولا تحتفظ البت على تسلسلها وتعقبها. الزمن الذاتي يعني هو زمن النفس، وزمن الموضوع هو الديمومة، إذ يفهم الزمن وفقا لبيركسون إما عن طريق الوعي أو التقنية. يرتبط يعني الوعي هو الزمن النفسي، والتقنية هو الزمن الرياضي أو الزمن الفيزيائي. يرتبط الزمن الذاتي للوعي بتمثيلاتنا للأفكار والمشاعر وما إلى ذلك، في حين أن الزمن الموضوعي أي الساعة يعمل كمقياس عالمي مشترك للزمن. بالنسبة للقديس أغسطين، الزمن هو حدث تلقائي، نحن نفهم ما هو زمن ولكن لا يمكننا شرحه، وبالتالي بما أن الحاضر قد مضى بالفعل فلا يمكن تفسير الزمن بشكل منطقي. إذا كان من الممكن تفسير الزمن سيكون ثابتا، وبالتالي سيكون زمن أبديا. حقيقة أن الزمن في الوعي يسمى مؤقتا، وهكذا فإن الحاضر هو في نفس الوقت ذاكرة وتوقع. الإنسان والزمن يعني هنا علاقة إشكالية. إذا كان الزمن لا رجوع فيه فإن الإنسان يسعى مع ذلك لإخراج نفسه من الزمن. يسمي باسكال هذا الأمر يعني محاولة للترفيه، تقليص الزمن في الواقع لمحاربة محدوديتنا، يعني فنائنا الحتم. يسعى الإنسان للاستيلاء على اللحظة والانشغال يعني مراكمة الخيارات المناسبة. الحاضر ليس هدفا أبدا، والماضي والحاضر هما وسائلنا، المستقبل هو نهايتنا وغايتنا.
كما يظن المرء أنه يجد نفسه، لكن في الواقع يهرب من نفسه. لا يثير سوى الفراغ. كل يعني عمل بشري يأتي من شيء واحد، وهو عدم القدرة على البقاء في حالة راحة. الوعي غير قادر على التحمل وجه لوجه مع نفسه. هذا هو مصدر البؤس البشري. لكن ما هو تعريف الفلاسفة المحدثين للزمن أو حتى القدامى؟ إذا كان أفلاطون يعني من خلال كان مهتم بعمل محاكاة متنقلة يعني، وأثناء تنظيم السماء بالنسبة لصانع العالم جعل الخلود ثابتا واحدا في هذه الصورة الأبدية التي تتقدم وفقا لنظام الأرقام. هذا الشيء الذي نسميه الزمان، بعبارة أخرى الزمان هو صورة متحركة للخلود غير متحرك. فإن أرسطو عرف الزمان على أنه عدد الحركة. بين بعد ذلك في الأزمنة الحديثة كان يعتبر الزمان ليس مفهوما تجريبيا مشتق من أي خبرة. في الواقع لن يقع التزامن أو التتابع في حد ذاته تحت الإدراك إذا لم يخدمه تمثيل للزمان مسبقا أو قبليا كإطار يعني باطني. فقط في ظل هذا الافتراض يمكن للمرء أن يتخيل أن شيئا ما موجود في نفس الزمان مثل الآخر في زمان واحد أو في أزمنة مختلفة على التوالي. بينما ذهب سارتر في الأزمنة المعاصرة إلى القول بأن زمن الوعي هو العدم الذي ينزلق إلى الكل باعتباره تخمرا لكي يزيل التوتر في كتابه يعني الوجود والعدم. فما السر الذي يكمن وراء ربط مارتن هايدغير الزمن بالوجود؟ وهنا ننتقل إلى زمنية الوجود أو الوجود الزمان. في هناك ليكون كما يقول هايدغير يتم إعطاء الوجود والزمان فقط وهما لا شيء. وهذا الكلام يعني ذكره يعني هايدغير في الوجود والزمان. الزمنية هي صفة ما يوجد في الزمن، تضفي الطبيعة التي لا رجعة فيها عن مرور الزمن قيمة معينة بما في ذلك المادية أو الحيوية، وبالتالي يمكن اعتبار الزمن أحد الموارد الطبيعية غير المتجددة. بالنسبة لمفهوم الزمنية هو الأمر المؤقت المتزمن، فإننا عادة ما نحتفظ فقط بالمعنى الفلسفي، فهو يحدد البعد الوجود المعاش للزمن، ولكنه أيضا يوجد مصطلح نحو يشير إلى القيمة الزمنية أو الطبع الزمني للحقيقة اللغوية التي يعيشها الإنسان. مصطلح الوجود هو مصطلح مجرد ولكن وعام، ولكن المقصود منه أن يكون ملموسا ومتعينا. الزمنية هي الزمن الذي يعيشه الوعي والذي يمر به وينتشر من الحاضر، اللحظة الوحيدة التي يدركها الانتباه العملي، إلى الماضي الذي يتكون من عملية الاحتفاظ المستخدمة على أنها مكتسبة وكمكمل للفعل، لكن الحاضر هو الذي يلخص ويفسر ما كان حاضرا وما لم يعد موجودا، إلى بعد ذلك في مستوى ثالث مستقبل الذي يتكون من الاحتجاجات أي المشاريع من الاحتمالات الجديدة والانتظارات والتوقعات. لكن كذلك لا يزال الحاضر الذي يتنبأ بالمستقبل حسب ذكرياته ومآثره، إلى التمييز الذي اقترحه بيركسون بين الزمان الكيفي ديمومة الداخلية والزمان الكمي الكرونومتر يعني الميقات آلة حساب الزمن. يضيف غاستون بيرجر زمن الوجودي أو زمن بنبرة عاطفية وزمن الشغل أو زمن العمل، زمنية حول الأشياء وهي موضوعية وقابلة للقياس، وزمنية للذات وهي يعني غير ذاتية ولا تقبل القياس. بينما تصور القدماء الزمن على أنه دوري فترات ذات محتوى متطابق وتتكرر إلى ما لا نهاية، يعتبر المحدثون خطيا تقدم للتاريخ الموجه أو على الأقل لتطور غير محدد. أما بالنسبة للفيزيائيين فهم يتحدثون عن الزمن مجرد نظيف في مقابل الزمن الحس السليم، ويعترفون بتعدد الأزمنة المحلية والمناسبة من خلال استحالة ربط كل ظواهر الكون بزمن واحد. لكن زمن الفيزيائيين ليس مؤقتا، وهو حياة الوعي ذاته والذي يتضمن العمليات الثلاث الموصوفة عن طريق الافتراض جزئي من تحليلات هوسر الفينومينولوجية. بالإضافة إلى ذلك للزمان عنصر دراماتيكي أنه يعيش تهديد اللحظة النهائية والتي سيكون نهاية اختتام زوال لأي مشروع إنساني. يعني لا يوجد تاريخ دون زمن يتم تذكره أحيانا ولسبب وجهي، لكن الزمن يمثل الحياة اليومية للمؤرخ لدرجة أن هذا الأخير خاطر باستخدامه ببساطة. المنهج الزمني يشبه الطبيعة الثانية بالنسبة للمؤرخ، إلا أن تجارب الزمن اختلفت باختلاف المكان. وهكذا يوجد تاريخ للزمن واستخداماته، وقد تميزت لحظة مهمة من باكتشاف تعدد الأزمنة أو المؤقتات داخل المجتمع منذ نهاية القرن 18 نشهد إضفاء طابعا
مؤقت على التاريخ إلى فكرة التقدم التي أضيفت. فكرة التاريخ المتصور كعملية كفهم ذاتي في الزمان من الآن فصاعدا، يعني لم يعد الزمان مجرد إطار لم يحدث، بل أصبح فاعلا. لم تعد الأشياء تحدث في الوقت المناسب، لكن من خلال هذا الزمن، من خلال التجربة الزمنية. يعني ربما يمكن أن يؤرخ بشكل رمزي على الأقل الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد للتاريخ منذ سنة 1789، تاريخ الثورة الفرنسية. كما كنا ننظر إلى الماضي لنفهم ما كان يحدث، كان الماضي مليئا بالأمثلة وكانت لدينا علاقة معه دون نشيدنا التقليدي، لكن لقد كان وقت التاريخ سيد الحياة. من ناحية أخرى، في النظام الجديد بعد الثورة الفرنسية يصبح المستقبل هو الغالب. من المستقبل يأتي الضوء الذي ينير الحاضر والماضي، أوامر التقدم والزمن هو التسارع. نحن نعيش على إيقاع الحدث، دائما ما يكون جديدا، بينما الماضي لم يعد احتياطيا من الأمثلة عافى عليها الزمن. الآن نأتي إلى الخاتمة بعد حديثنا عن الزمن الوجودي. يعني حيثما يسود الزمن كدائرة يكون العطاء مستحيل، لا يمكن أن يكون هناك عطاء حتى لحظة حدوث اقتحام الدائرة، كما يقول يعني ديريدا في كتابه دوني لو تون، تسمية أو إعطاء ومنح الزمن. مع الأخذ في الاعتبار التعاسف المرتبط بأي محاولة لتعريف المفهوم، مفهوم الزمن، بقدر ما يعمل عن طريق الاختزال من المبنى، يبدو أن مفهوم المرحلة يقدم تطبيقين متميزين للغاية، يتم توزيعهما حول مختلف التخصصات الهامة في مفهوم الاتجاه والتنظيم. إذا أخذنا في الاعتبار في الواقع أهمية مفهوم المرحلة في التجربة الوجودية وعلم النفس، فإننا نرى كلا من البعد التاريخي والبعد الهيكلي البنيوي كما هو الحال في كثير من الأحيان. من الصعب جدا تمييز أحدهما عن الآخر. في المقارنة المعجمية التي يبررها تنقل الحدود بين العلوم البيولوجية والعلوم الإنسانية، فإن المثال الأكثر وضوح على القرابة الوثيقة للقيم الكرونولوجية والوظيفية التي تميز تظهر المرحلة، مرحلة الزمنية بشكل طبيعي في صورة الطبقات الجيولوجية التي توفرها لها الحفريات نظام تحديد المواقع. كان أحد أوائل المراقبين الذين استخدموا هو الذي تعرف على مظاهر الأشكال المنقرضة. لم يكن الأمر حتى نهاية القرن الثامن عشر مع تقدم علم الجيولوجيا لإدراك أن الطبقات الجيولوجية المختلفة تتوافق مع فترات تكوين قشرة الأرض، وأن بصمات النباتات والحيوانات المنقرضة تشكل ميداليات الخلق الحقيقية. ولكن بعد ما كانت هذه المراحل من سلسلة من الإبداعات والكوارث التي ظهرت كنتيجة لتطور مستمر، لم يكن المرء أن يتخيل إلا في مساحة غير محدودة تقريبا. ومنذ هذه اللحظة الحاسمة في تاريخ الجيولوجيا اكتشف مفهوم المرحلة الزمنية معناه الكامل في المستقبل قبل أن يكون أسلوبا أو تخصصا. المستقبل هو موقف وهو مجال مجاني لاختراع الحياة المستقبلية. هكذا تهدف البصيرة إلى تحرير النفس من قدرية القدر. يقدر الفيلسوف المستقبل فيما يتعلق بالحاضر ويسعى للتعامل بشكل منهجي مع مسألة السيرورة. بالنسبة له فإن الوظيفة الرئيسية في الفكرة المستقبلية هي علمان السياسة من خلال التفكير في المستقبل باعتبارها الفضاء المحتمل لتحقيق الجنة. لذا فإن فكرة المستقبل هي فكرة قديمة، لكن إدراكها العلمي هو حديث. إن فكرة المستقبل في الواقع تم تطويرها من قبل يعني دراسة الفلسفية المستقبلية لرؤية بعيدة استشرافية، رؤية واسعة، تحليل عميق ومخاطرة، وتفكير في الإنسان من منظور حرية اختيار جديدة. انظر بعيدا، لأن حضارتنا السريعة تمزق نفسها بعيدا عن الافتتان بالماضي. انظر إلى الصورة الكبيرة، لأن المستقبل سيوفر مجموعة متنوعة من الاحتمالات واختيارنا لها. تحليل متعمق، لأنه ليس كل البنى الواعدة واضحة وتحمل المخاطر، لأنه لا توجد حتمية ويقين بالمستقبل. إن التفكير في الإنسان من جهة الزمن هو مواجهة لهذه التحولات الكبرى التي تهمها، لأن الإنسان هو محور كل تفكير في الحياة. الطابع الزمني هو بلا شك بعد أساسي لكل سلوك سردي. جملة القول إن الزمن هو مفهوم ذو طابع متعدد الأشكال للسردي يصعب أحيانا فهمه. دور السرد على وجه التحديد هو السماح للذات البشرية بتخصيصها. يمكن أن نذهب إلى الأبعد من ذلك لنرى أن الزمن السردي في الوظيفة السردية هو شرط ذاته للزمنية المعقولة للذكاء. السمة المشتركة للتجربة الإنسانية والتي يتم تمييزها وتوضيحها من خلال الفعل هو القول بكل أشكاله عن الطابع الزمني. ربما يتم التعرف على أي عملية زمنية على هذا النحو بقدر ما يمكن ربطها بطريقة أو بأخرى يعني التجربة السردية. لكن السرد الخيالي لا يسمح لنا فقط بالتعرف
على الطابع الزمني لتجربتنا يعني السردي من خلال الألعاب المتعددة في الزمن المحدد الذي يسمح بها يذهب السرد الخيالي الأبعد من ذلك، فهو يقدم اختلافات زمنية غير قابلة لاختزال التجربة اليومية، ويميل في النهاية إلى إعادة تشكيل الزمن العادي. فكيف تعمل الوساطة السردية على إعادة تشكيل التجربة الزمنية حسب بول ريكور؟ شكرا جزيلا على حسن الانتباه. هذه هي محاضرتنا حول فلسفة الزمن، زمان البشري، زمان الكائن، وزمانية الوجود. شكرا وإلى اللقاء في محاضرة قادمة.